اللقاحات هذه سوف تصل من الشركات المصنعة إلى الدول المستفيدة مباشرة. يعني المركز أصبح الآن لديه الإمكانيات ولديه القدرة في تنفيذ المبادرات وسلاسل الإمداد بما يضمن وصولها من الشركات المصنعة إلى الدول المستفيدة. تقارير تقول في الآونة الأخيرة أنه ستقل الدعم للدول الإفريقية وفق لتقارير منظمة الصحة العالمية بنسبة 25%، وأنه بعض الدول لم يأتيها إلا 3% أو قريب من ذلك من اللقاحات. فمن هنا هبت حقيقة المملكة العربية السعودية ودعمت هذه المبادرة استكمالا كما قلت لمبادرات سابقة تدخل ضمن إطار الدبلوماسية الإنسانية.